التقى معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفه رئيس الاتحاد الاسيوي لكره القدم في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئه العامه للرياضه في دوله الامارات العربيه المتحده وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك تضمن اعلان الرميثي دعمه للشيخ سلمان بن ابراهيم للفوز بولايه جديده للاتحاد الاسيوي لكره القدم تبدا من 2019. وبهذه المناسبة أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة في تصريح له عن شكره إلى الرميتي مؤكدا أن الهدف المشترك هو خدمة كرة القدم الآسيوية ونوه معاليه بالأدوار الحيوية لمعالي محمد خلفان الرميتي في إثراء الكرة الآسيوية في مختلف أركان العمل الكروي كما أبدى الطرفان التزامهما بالعمل معا خلال المرحلة المقبلة بما فيه صالح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتعزيز استقلاليته وشفافيته بما يضمن تطوير كره القدم ورقيها في دول اكبر قارات العالم